السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، في هذا الفيديو سأحضر لكم درس المطالعة الموجهة حيرة الأحمر لإبراهيم بن محمد البيهقي. إذن هذا هو النص، نروح مباشرة للإجابة على الأسئلة الموجودة في النص. إذن الأسئلة هي: اكتشف معطيات النص، من هو الرشيد؟ ثانيا، بما طلب معلمي والده؟ كيف عامل الأحمر بن الرشيد أي هارون الرشيد؟ لماذا أرسلت أم جعفر خالصة إلى أم الأمين؟ وما موقف الأحمر من مطالبها؟ إذن هذه كلها سنجيب عليها إن شاء الله كالتالي. إذن الإجابة على أسئلة اكتشف معطيات النص. إذن أولا الإجابة على من هو الرشيد، إذن هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور العباسي. ولد سنة 148 للميلاد وتوفي سنة 193 للميلاد، من أنبل الخلفاء، معروف بالشجاعة والرأي وصاحب فصاحة وعلم، وقد بصر بأعباء الخلافة وله نظر جيد في الأدب والفقه. كان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدل أو الجدال والكلام، ويبكي على نفسه ولهوه وندوبه. له فتوحات منها فتح مدينة هرقلة، ومات غازيا بخراسان. عاش الرشيدي 45 سنة. تولى هارون الرشيد بزمام هذه الدولة وعمره نحو 22 سنة، فأبهر الناس من مجدها وقوتها وازدهار حضاراتها. أما الإجابة على سؤال ثاني، بما طلب معلمي ولده؟ إذا طلب الرشيد معلمي والده أو ولده بأن يعلم ابنه القرآن الكريم أولا، ومعرفة الأخبار ثانيا، ثم الأشعار ثالثا، أي التدرج هو دينا من دينا وبيانا ودراية بأخبار السياسة، مع قراءة السيرة النبوية هي أول أو هو أول ما يقرأ من الأخبار. أما الإجابة على السؤال الثالث، إذن عامل الأحمر ابن رشيد كأن يشدد عليه أو كان يشدد عليه ويمنع عنه اللعب واللهو. أما الإجابة على السؤال الرابع، لماذا أرسلت أم جعفر خالصة إلى معلم الأمين؟ إذن أرسلت أم جعفر خالصة إلى معلم الأمين لكي تطلب منه أن يكف عن ولدها وأن يجعل له وقتا للراحة والاستجمام. السؤال الخامس، ما موقف الأحمر من طلبها؟ إذن الجواب هو: كان موقف الأحمر من مطالبها أنه رفض في البداية لكنه اقتنع بعد ذلك. إذن بالنسبة لي السؤال أو الثاني، أناقش معطيات ثانيا أناقش معطيات النص. عن السؤال الأول، ما موقف خالصة من مطالب الرشيد ومطالب زوجته وعلي ذلك؟ السؤال الموالي هو: بين دور الأسرة ومساهمتها في تعليم أبنائها. ثم السؤال الثالث، يكشف النص عن اهتمام الخلفاء بالعلم والتعليم، علل ذلك أيضا. مع السؤال الرابع، أذكر شخصيات القصة. وأخيرا، حدد نمط النص. إذن الإجابة تكون كالتالي. إذن الآن أناقش معطيات النص. الإجابة على السؤال الأول، ما موقف خالصة من مطالب الرشيد ومطالب زوجته؟ بالتعليل، إذن الإجابة هي: موقف خالصة من مطالب الرشيد أنها أمسكت العصا من الوسط، لأنها طلبت من الأحمر أن يعلم ابنها وكذلك يشدد عليه مع السماح له باللعب بعد الوقت. أما الجواب على السؤال الثاني، بين دور الأسرة ومساهمتها في تعليم أبنائها. إذن دور الأسرة ومساهمتها في تعليم أبنائها له أثر إيجابي فعال، لأنها أي الأسرة هي المدرسة الأولى التي تشرف على تعليم المبادئ الأولى للأبناء وتشجعهم على التعليم واحترام المعلم والعلم،
كما تبين لهم أهمية العلم والهدف منه، لأن العلم نور والجهل ظلام، وبالعلم ترتقي الأمم وتبني الحضارات. أما السؤال الثالث، يكشف النص عن اهتمام الخليفة بالعلم والتعلم ومع التعليل. الإجابة هي يكشف النص عن اهتمام الخليفة بالعلم والتعلم من خلال حرص الرشيد على تعليم ولده العلم واحترام المعلم ومنحه السلطة المطلقة في التعليم، ما ينفع الأمة ويساهم في تقدمها. أما السؤال الرابع، أذكر شخصيات القصة. إذن شخصية القصة هم هارون الرشيد، الأحمر، جعفر، أم جعفر خالصة، والفضل بن يحيى. أما السؤال الخامس، حدد نمط النص. فنمط النص هو سردي حواري. السؤال الموالي أو ثالثا، استثمر معطيات النص. إذن هذه فقرة، أما الأسئلة هي الأولى، ما الفرق بين طاعتك عليه وطاعتك عنه؟ السؤال الثاني، حول ضمير المخاطب إلى المثنى وغير ما يجب تغييره. إذن في الفقرة هناك ضمير المخاطب، مثلا طاعتك فكن، وضعك فلا تمرن بك، إلى غير ذلك. إذن نغير هذه الكلمات من أو من ضمير المخاطب إلى المثنى. أما السؤال الثالث، ابحث عن المعاني المختلفة لكلمة قومه. ثالثا أو رابعا، ماذا تعرف عن الأمين من خلال تاريخ العصر العباسي؟ إذن كل هذه الأسئلة تجدونها في الإجابة التالية. إذن الإجابة على السؤال الأول، ما الفرق بين طاعتك عليه وطاعتك له؟ هي طاعتك عليه يعني يطيعك هو، أما طاعتك له أن تطيعه أنت. أما الإجابة على السؤال الثاني، حول ضمير المخاطب، نحوله إلى المثنى فلنا الكلمة وهي طاعتكما، فكونا وضعكما، فلا تمرناني بكما، وأنتما، ولا تمنعاني، فالشدة إلى الأخير حتى الشدة. أما السؤال الثالث، ابحث عن المعاني المختلفة لكلمة قومه. إذن عنا عدة معاني لقوم، ثم قوم، ثم قوم، إذن كلها عندها معاني مختلفة. أما السؤال الرابع، ماذا تعرف عن الأمين من خلال تاريخ العصر العباسي؟ إذن هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي. إذن يعتبر هو سادس خلفاء بني العباس. من أهم ما ميز حكمه هو النزاع القائم بينه وبين المأمون أخيه. كان هذا النزاع استمرارا للصراع بين العرب والعجم داخل الدولة العباسية. إذن كانت هذه أجوبة للأسئلة الموجودة في الصفحة 71 إذن صفحة 70 وكذلك 71 من النص المطالعة الموجهة حيرة الأحمر لإبراهيم ابن محمد البهيقي. إذن هذا هو الجواب للأسئلة الموجودة. إلى مواضيع أخرى إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.